كاميرا التغيير رافقت عناصر المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي حطت رحالها في البصرة شارع الوفود تحديدا حيث المقاهي الليلية. القوة المكلفة عثرت في أولى خطواتها على مادة مشبوهة كمخدرة من خلال فرق الدعم، لتتضح فيما بعد بأنها مواد مصرح بها. التعامل مع مدير المخدرات المحافظة البصرة شخصنا هذه المنطقة، لأن تعرف الكوفيشابات تنتشر في بعض الأحيان تداول بعض المواد المخدرة، فكانت لنا حملة ووجهنا بها رسالة إلى كل من يبعث في أمن هذه المحافظة أنه هذه المديرية لها دور في الحد من هذه الظاهرة وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه في تداول هذه المواد المخدرة. لم تذهب العناصر الأمنية للمناطق الشعبية كون الممارسة اقتصرت على توعية أصحاب المقاهي من استخدام المواد المخدرة مع الأراجيل، وقبل ذلك كانت هناك ممارسات توعوية في الأسواق العامة سعيا لإبعاد المواطن البصري عن المواد المخدرة. اليوم هذا خطر يداهم المجتمع ككل، لكن نحن اليوم في محافظة البصرة وغدا في محافظة أخرى وغدا في محافظة أخرى للحد من مخاطر انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع وبالأخص فئة الشباب. جدير بالذكر أن البصرة من أكثر المحافظات العراقية تسجيلا لحالات التعاطي والترويج لاحتكاكها الحدودي مع بعض الدول، فبعد أن كانت ممرا لعبورها أصبحت مرتعا لتصريف المواد المخدرة بمختلف تسميتها. تفتيش مفاجئ اقترن بالإرشادات التوعوية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على أفراد المجتمع خصوصا فئة الشباب. وزارة الداخلية تجوب محافظات العراق. كانت الجولة الأهم في محافظة البصرة كونها المنطقة أو البوابة الحدودية التي أصبحت مرتعا لترويج وتجارة المواد المخدرة. أركان تقي، قناة التغيير.